مدرستنا خير مشروع تنافسي تعليمي أطلقته مؤسسة الرواد للتعليم والتوعية للاهتمام بالمدارس وصولا إلى أفضلها تعليما. طبعا هذه المسابقة هي لها العديد من الأهداف، من أهمها خلق روح التنافس داخل المؤسسات التعليمية بحيث يصبح يعني رغبة داخلية من القائمين على هذه المدارس سواء كانت إدارات أو أطقم تعليم للرفع من مستوى التعليم، وهذا يتحقق بالمنافسة. فنرجو أن وهذا لاحظناه الحقيقة في المدارس التي شاركت في هذه المسابقة. احتفال أقيم بمناسبة الإعلان عن جوائز المسابقة المتنوعة بين أفضل مدرسة وأفضل مدرس وأخرى لأفضل إذاعي صغير تم اختيار أكفأهم في مدارس تاجوراء. شاركت وزارة التعليم اليوم هذه الاحتفالية وقررت أن تعمم هذه الفكرة لتكون على مستوى ليبيا بإذن الله، منح ترقية استثنائية لكل من شارك في التقييم ومنح مكافأة مالية لكل المعلمين المتميزين في هذه المسابقة. مشاريع بطرق حديثة قدمتها مؤسسة الرواد للتعليم في مجالات تعليم مختلفة حفزت كل العاملين بالتعليم بمنطقة تاجوراء على تحسين الجودة أملاً في الوصول لتعليم يضاهي الدول المتقدمة.